السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي المشاهدين اسعد الله وقاتكم بالخير والبركه وكل عام وانتم بخير بمناسبه العيد الوطني الواحد والخمسين ابنائي وبناتي طلاب الصف الحادي عشر البحته يسعدني اللقاء بكم في درس جديد من دروس الهواء درسنا اليوم بعنوان احتمال الاحداث المركبه عندما يتكون الحدث من اتحاد حدثين بسيطين أو أكثر من نفس في نفس الفضاء الإمكانيات يسمى حدث مركب، أما إذا كان يتكون من عنصر وحيد فهو حدث بسيط، إذا عندنا حدث مركب وحدث بسيط، البسيط لما يكون فقط من عنصر واحد من فضاء الإمكانيات. نفرق بينهم. البسيط فقط عنصر واحد من فضاء الإمكانيات. اما المركب لما يتكون من اكثر من عنصر عنصرين او ثلاثه او اتحاد او تقاطع أو هكذا مثال في تجربه القاء حجري القرايه الجيده ننتبه نرمي منتظمه من سته اوجه حدد اي من الاحداث التاليه بسيطه وايهما مركبه مع ذكر السبب لما نرمي حجرين اول عدد العناصر نعرفها لازم سته أوجه. سته اوجه اذا سته حجرين اثنين اس اثنين اذا في البال نخلي اصوب ان العناصر 36 ازواج مرتبه دائما العناصر لما يكون حجرين من ازواج مرتبه مسقط اول ومسقط ثاني المسقط الاول يمثل حجر الاول والمسقط الثاني يمثل الحجر الثاني الف ح واحد مجموع الرقمين الظاهرين اثنين من ايش تتكون لما يكون الظاهرين اثنين؟ اذا في المسقط الاول واحد والمسقط الثاني واحد مجموع من اثنين شيء غيره لا يوجد اذا عنصر واحد فقط هذه الحواحه متكونه من عنصر واحد فقط اذا بسيط بسيط باء ح اثنين مجموع الرقمين الظاهرين سبعه ما هي الاعداد اللي تكون مجموعا سبعه؟ تساوي ح اثنين واحد وسته وسته وواحد اثنين وخمسه وخمسه واثنين ثلاثه واربعه واربعه وثلاثه لو تلاحظ ان هنا اكثر من عنصر ستة عناصر اذا هنا مركب الحدث هذا مركب لانه متكون باكثر من عنصر ثلاثة مجموع الرقمين الظاهرين عدد اولي لا. تكون حاضر العدد الاولية اثنين ثلاثة خمسة سبعة 11 وهكذا احنا اكثر ما مجموع الرقمين 12 ستة وستة 6 12 ما عندنا أكثر غير هذه 2 وثلاثة وخمسة و 11 هي الأعداد الأولية إذا مو هذا الحد الثلاثة ماذا يساوي لو بغيت تكتبها بتعرف هل هو مركب أم بسيط أيضا من واحد وستة مجموعهم سبعة وستة وواحد مجموعهم سبعة واحد وواحد تعمدنا على الترتيب لان الترتيب ليس مهم في كتابه العناصر. آه واحد واثنين مجموعهم ثلاثه، واثنين وواحد ثلاثة وأربعة مجموعهم سبعة وأربعة وثلاثة خمسة واثنين واثنين وخمسة، ثلاثة وأربعة وأربعة أكثر وخمسة وستة وستة وخمسة إذا هنا أكثر من ما دام نعم أكثر من عنصر فهو مركب إحنا ما نريد أن نكتب مجموعة قد ما نعرف المركب بسيط البسيط كما هو واحد عنصر وحيد لا أكثر من عنصر إذا مركب رقم دال حارب على الفرق بين العددين الظاهرين صفر متى يكون الفرق واحد وواحد اثنين واثنين ثلاثة وثلاثة أربعة وأربعة خمسة وخمسة وستة وستة إذا أكثر من عنصر واحد واحد اثنين واثنين واحد ناقص واحد صفر اثنين ناقص اثنين صفر ثلاثة ناقص ثلاثة أربعة ناقص أربعة خمسة ناقص خمسة وستة ناقص ستة إذا أكثر من عنصر إذا مركب مركب ح واحد اتحاد ح اثنين ح واحد اتحاد حا ثلاثة وهو هو واحد عنصر وحيد اتحد ما هو ايضا نفسه واحد واحد من ضمن المجموعه اذا يعطيني الناتج ح ثلاثة واحنا ح ثلاثة قلنا لا انه مركب هكذا العناصر اذا كان عنصر واحد فقط بسيط ما نريد تجلس تتوق... تقلص... تعقد نفسك وطول في الموضوع عنصر واحد مكون لحدث من عنصر واحد إذا بسيط غير ذلك فهو مركب احتمال الأحداث المتنافية خضينا سابقا في الحصة السابقة المتنافية المتباعدة المنفصلة كلها نفس المعنى أي بمعنى الخلاصة بكلمة واحدة تقاطعهم مجموعة خالية احتمال تقاطعهم يساوي صفر التقاطع مجموعة خالية والاحتمال صفر إذا كان يوجد مجموعة ح واحد ومجموعة ثانية ح اثنين لا يوجد عناصر مشتركة بينهم فهن منفصلات أو متنافيات من أو متباعدات نفس العبارة بنفس المعنى الاحتمال الاحتمال دائما يتراوح من صفر إلى واحد الصفر لأم الاحتمال الى الواحد الصفر هو الحدث المستحيل مستحيل حدوث شيء والواحد الحدث المؤكد وخذينا بينهن هذه النسبه تعال ناخذ مثال في تجربه القاء حجر نرد منتظم اذا كان ح واحد العدد الظاهر فردي مو حجر نرد فظالم كانت ماله واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة مدركين كلها ابناء الطلاب الحدث فردي واحد وثلاثة وخمسة حادث العدد زوجي اثنين واربعة وستة حادث العدد الظهر أولي اثنين وثلاثة وخمسة الآن المطلوب توضح أي من هذه الأزواج أحداث متنافية وأيها غير متنافية عن طريق احتمال التقاطع إذا نتج التقاطع مجموعة خالية او الاحتمال صفر فان متنافيه غير ذلك غير متنافيه الحل حا واحد كما قلنا مجموعة واحد وثلاثة وخمسة حا اثنين مجموعة اثنين واربعة وستة حا ثلاثة اثنين وثلاثة, وثلاثة وخمسة حا واحد تقاطع حا اثنين يساوي فاي هذا رمز فاي او نفسه هذه مجموعة الخالية حا صرتين تسمى مجموعة خالية هذا ينطق او مجموعه خاليه اذا ما دام تقاطعهم مجموعه خاليه فهم متنافيان واحتمالهم لام لا واحد تقاطع. هو احتمال مجموعه الخاليه وصفر. الحدث الثاني مطلوب لام ح واحد تقاطع ح ثلاثة ح واحد وح ثلاثة في ماذا تقاطع ح واحد وح ثلاثة يقرأ تقاطع العنصر المشترك وهو الثلاثة إذا حا واحد تقاطع ثلاثة وخمسة ثلاثة وخمسة إذا يوجد عناصر مشتركة إذا غير متنافية ليس متنافية واحتمالهم قيمة كم عنصر؟ اثنين من كم مجموعة العناصر؟ اثنين من ستة بعد التبسيط أو الثلث يعني لام حا واحد تقاطع لام ح ثلاثة اثنين على ستة لما انبسط بالقسم على اثنين ثلث لمحة اثنين تقاطع ثلاثة لمحة اثنين تقاطع ثلاثة يوجد عنصر مشترك لاثنين فإذا وجدنا لو عنصر مشترك بين المجموعتين بين الحدثين إذا ليس متنافيين واحتمال هذا العنصر إذا عنصر واحد من ستة إذا عنصرين اثنين من ستة وهكذا اذا واحد من سته واضحة الفكره ما تجلس تدور وهذا اذا يوجد تقاطع ليس متنافيين اذا تقاطعهم مجموعه خاليه احتمال صفر فهم متنافيين كذلك اذا قال ان الحدثين متنافيين تلقائي ان تقاطعهم مجموعه خاليه نيجي الأشكال فان هذه المجموعه الاوميجا المستطيل وين الاحداث من هذه الاربعه متنافيه نجي الف ح واحد ما عدا ح هذه الجزء هذه المنطقه اللي اعطيناها باللون الاحمر وفاصله الحدث الثاني ح واحد تقاطع ح اثنين هذه المنطقه كما تجزئه لدى لدى سين من الافراد قطعه ارض وجاورنا صاد منفصل عنه بس مجاور إنه إذا هنا الحدثين مالهم متنافيين نعم لأن لا يوجد بينهم منطقة مشتركة تعال نشوف أه باء حا واحد وحا اثنين حا, حا واحد هكذا كامل وحا اثنين هذه المنطقة يوجد هنا منطقة مشتركة وهو التقاطع موجودة إذا ليس متنافيين حا اثنين ما عدا حا واحد ح اثنين ما عدا ح واحد. نعم هذه المنطقة. لكن الحدث الثاني اتحاد اكبر ح واحد مع ح اتحاد كامل المنطقة. إذا يوجد تقاطع وهو ح اثنين ما عدا ح واحد. إذا من متنافيين. احنا قلنا هذا صحيح. هذا استبعدناه. ح واحد تقاطع ح اثنين. المنطقة المشتركة تقاطع هذه. الحدث الثاني حائثين كامل هذا آه اذا يوجد منطقه مشتركه تقاطع اذا ليس متنافين اتمنى ان يكون وضحت المفهوم والفكره المسائل او من الرسم اللي امامكم الان درس ونقطه مهمة تكمل الاحداث المركبه وهو الاحتمال الشرطي الاحتمال الشرطي تعال نأخذ التمرين التالي ومن ومننا سنتوصل الى المفهوم قامت معلمة الصف الرابع باستطلاع الراي طلابه الصف حول رغبتهم في مشاركة احدى برامج الاطفال وكانت النتيجة كالاتي عندك ذكور وعندك اناث يرغبون في المشاهدة من الذكور 11 ومن الاناث 9 والمجموع 20 لا يرغبون في المشاهدة من الذكور ثلاثة ومن الإناث أربعة والمجموع سبعة مترددون تعرف طالب ارغب لا ارغب اثنين من الذكور وست من الاناث المجموع ثمانيه كذلك اذا مجموع الذكور افقي ناخذ مجموع الذكور عشر مجموع الاناث عشر مجموع الفضاء الامكانيه 35 خذينا من هذا سنجاوب لبعض الاسئله اذا اختير احد الطلاب عشوائي اي طالب عشوائي فاجمع مالي ما احتمال يكون ممن يرغبون المشاهده يرغبون المشاهدة ما قال لا ذكر ولا أنثى يرغبون المشاهدة كم طالب عشرين من كم فضاء الإمكانيات خمسة وثلاثين إذن عشرين على خمسة وثلاثين التبسيط نترك لي السؤال الثاني ما احتمال أن يكون ممن يرغبون المشاهدة علما بأن من الذكور ننتبه ننتبه لكلمة هذه علما بأنه اذا عارفين اني ذكر الحدث ثاني واضح انا لما اسالك لما نقرا نقرا ما احتمال ان يكون ممن من يرغبون علما بان انتبه لللفظ يا ابطال علما بان ان هنالك الشرط في حدث معروف ان من الذكور وين الذكور هذا الذكور 16 من كم واحد يرغبون المشاهده منهم اللي يرغبون 11 اذا من هذا ال عشر. انا عارف اللي عنده 16 لان الحدث الثاني عارف انه انه ذكور اذا عنده 16 ما له دخل في, العلالة في العلالة. كم واحد يرغب بالمشاهده من 16 11 اذا 11 اعتقد بلت الرؤيه واضحه شوي السؤال الثالث ما احتمال ان يكون متردد مع انه اناث اذا احنا عرفنا ان الحدث واضح في المقام هذا اناث من الان نعرف ان من سناخذ متردد بس من من الاناث من المترددين سته من الاناث ما اللي دخل في الذكور الان حددت ما انا الثاني تم تحديده فخلاص اشترطوا لي كلمه ان يكون هذه اللفظه الثانية علما بان هذا لفظه ان يكون هذه شروط معطاه بناء على شروط معطاه تجد الحدث في حدث في حدثين حدث اول مرتبط بحدث اخر حاصل قبل معلوم بل بشيء عندك معلوم هو الذي يبنى عليه اذا ستة على الاحتمال يكون 6 على 19 السؤال اللي بعده ما احتمال ان يكون ذكر هذا السؤال احتمال يكون ذكر شرط ايضا شريطه لفظه ثالثه انه لا يرغب المشاهده نروح الى الذين لا يرغبون المشاهده عارفين انهم كم واحد لا يرغبون المشاهده من الجدول سبعه دن عرفنا الحدث الذي سناخذ منه الحدث الثاني انهم لا يرغبون المشاهده صاف. هذا الطلاب الذين يرغبون المشاهده احنا عازلينهم صوب اللي يرغب صوب مجموعه 35، الذين لا يرغبون المشاريع سبعة. المطلوب من من هذه السبعة؟ الحدث من هذه السبعة يعني التقاطع أن يكون ذكر. إذا كان ذكر ثلاثة. إذا الثلاثة نؤخذها من كم؟ من السبعة. إذا ثلاثة على سبعة. إذا نقدر نبدأ نبدأ نفهم. هنالك حدثين مرتبطين حدوثهما أن يكون أحد الحدثين قد وقع وإحنا ندركه هذا هو الحدث الإحتمال الشرطي لاحظ أن في الفضائل هو عدد عناصر الحدث الذي حصل فعلاً ولنعرفه نعرفه بالعبارة تل بأن أن يكون إذا كان بشرط هذه كلها تعبر عن الحدث معلوم وحدث قد وقع فما إحتمال السؤال فما إحتمال هنا السؤال ما احتمال ان يكون هذا هو السؤال ما احتمال نيجي للتعريف من خلاصه نتيجه للتمرين يسمى احتمال حدث واحد اذا علم ان اثنين قد حدث بالاحتمال الشرطي او المشروط بناء على شروط معينه انت تسالني عن اشياء بناء على شروط معينه ما هي فرصتك ان تذهب الى كذا اذا كان اخوك أو إذا كان قررت العائلة أن مقبلة على إجازة ما احتمال أن تذهبون في رحلة إذا كانت العائلة قد قررت حدوثها ما نسبة حدوثها كانت وهكذا هنا الشرط ويقرأ هذه الصيغة كتابته لامحة واحد هذه الشرطة حاثين ويقرأ لامحة حا واحد بالشرطة هذا اللي بعد الشرطة الحاثين وهذا اللي تم وقوعه هذا دائما هو الذي يفرق في كتابته في المقام لتم الوقوع يقرا لام حاء واحد بشرط حاثر نجيب هذا اللي لتم وقوعه هو اللي ياخذ في المقام وفي البسط التقاطع اذا الخلاصه لما يطلب لك كذلك حاء اثنين بشرط حاء واحد هذا حاء واحد اروح التلقاء كانت من احتمالها في المقام لان هو الحدث اللي تم وقع خلاص وقوع حاء واحد بشرط وقوع حاء اثنين اي بمعنى حاثنين واقع اذا هو ثم في المقام. اذا قال لك وقوع حاثنين بشرط وقوع, حوا... وقوع واحد اذا اللي تم وقوعه هو تودي في المقام. ولازم في البسط في المقام يجب ان يكون اكبر من الصفر لاني لا يوجد لا يمكن ان يكون قيمه اذا كان المقام صفر. نفهم اكثر هذا التعريف من الامثله التاليه. اذا كان حاء واحد حدثين في الفضاء العين أوميجا وكان لا ح... لا احتمال الأول الأولاني نص واحتمال حرث الثاني ربع واحتمال على التقاطع لامحه واحد تقاطع هو خمس خلاص معطيات جاهزه السؤال لامحه واحد بشرط ح حاثنين ما مطلوب على أنك تبدأ في... اكتب القانون يساوي ابدأ هذا مسكه اللي جاء بعد علامة الشرط ونزل كتبه في المقام لام ح اثنين وفي البسط بس تقاطع لام ح واحد تقاطع اثنين لحفظ السؤال القانون بسيط التقاطع في البسط وأعرف اللي جاب على الشرط هو اللي أكتبه في المقام ثم أخذ تقاطعهم واحد على خمسة الحدث الثاني واحد على أربعة واحنا نعرف مقام المقام بسط هذه تروح في البسط اذا أربعة على وهذه هي في المقام واحد على خمسة تقسيم واحد على أربعة يعطينا أربعة على خمسة ولاحظ تتأكد أن حلك سليم لازم يكون هذا أصغر من الواحد لازم ما يوجد احتمال أقصى احتمال هو الواحد إذا الطالب غلط وكتب عف عف عفويا كذا خمسة على أربعة طبعا خمسة على أربعة أكبر عن واحد أي بمعنى واحد وربع فهذا لا غير يرجع إذا في غلط يرجع إلى سؤال ويتأكد مقام المقام معلومة لن تكون حاضر عندك مقام المقام بسط أربعة ومقام البسط أيضا مقام السؤال الثاني نريد لام اثنين بشرط حاء واحد توكيد للفكره سريع يا شباب لام واحد في المقام والتقاطع هذا القانون هذه في المقام ونفس العمليه تقاطع واحد على خمسه ولام واحد واحد على اثنين نص مقام المقام بسط اثنين على خمسه اعتقد الان اكثر وضوح السؤال الثاني توكيد للمعلومه اذا كان لام حا واحد سته من عشره ولام اثنين خمسه من عشره والتقاطع مع طاية ثلاثه من عشره اوجد لام واحد بشرط حاء اثنين نفس الموضوع لام واحد بشرط حاء اثنين نسويه القانون عندنا على طول عندنا الان بنحل اسرع لام اثنين في المقام وفي البسط تقاطع لام واحد تقاطع اثنين على لام حا اثنين هذه السرعة في الإنجاز قبلي لام اثنين هذه هي دائما اللي بعد الشرط هي اللي تجي في المقام كم أعطى إياها؟ خمسة من عشرة والتقاطع ثلاثة من عشرة يخ... الآن الطالب يقول لي بدل الأستاذ يكتب في المقام نعم اريدك تؤكد أن هذا الحدث اللي جاء بعد الشرط يجي في المقام حتى سجل هو أول ويساوي ثلاثة على خمسة او بالعدد كان عدد عشري ستة من عشرة السؤال اريد لك هاي انت تحلو. لام ح واثنين بشرط ح واحد لام شفه لام التقاطع على لام الحدث الاول لام التقاطع كم؟ ثلاثة من عشرة على الحدث الاول ستة من عشرة ويساوي ثلاثة على ستة نص نص هي خمسة من عشرة جميل أيضا نتيجة على ما خذينا القانون يقول لي لام حا واحد بشرط حا اثنين يساوي هذا القانون لام حا واحد بشرط حا اثنين يساوي التقاطع كتبنا أكثر من مرة لام حا واحد تقاطع حا اثنين على لام حا اثنين بضرب الطرفين والوسطي ده طلب التقاطع اضرب الطرفين في الوسطين تقاطع لامحه واحد تقاطع اثنين هو لامحه اثنين في الشرط او لامحه واحد في الشرط حسب هنا الشرط اذا الشرط بعد الشرط لامحه واحد اذا لامحه واحد اذا بعد الشرط لامحه اثنين اذا في لامحه اثنين هي نتيجة هذه من من القانون احنا ما نريد القانون وتستنتجها من القانون إذا كان احتمال ذهاب محمد هذا حدث أول نسميه محمد. في الرحلة المدرسية ثمانية من عشرة واحتمال ذهاب أحمد في نفس هذا أحمد حاسرين أنا أعطيه وأنا أكتب بيق... أقرأ وأكتب بقلم الرصاص يا أبنائي. استيعابك للسؤال ما هي المعطيات وما هو المطلوب سيكون عندك سلاسة وبساطة في حل السؤال. خمس واحتمال ذهاب محمد ذهاب محمدة ح واحد بشرط ذهاب احمد ح اثنين اذا لام ح واحد بشرط ذهاب تسعة من عشرة فاذا ذهب محمد فما احتمال ذهب محمد اذا لام ولدت تعمل هالشرطة ذهب محمد محمد الاحتمال وين احتمال حا واحد اذا نسوي وقع فإذا ذهب محمد نقرأ صح معناه حدث ال... وقع الحدث السؤال فما احتمال عدم عدم وهي متممة إذا كان الذهاب حاثنين إذا عدمه متممته عدم ذهاب وهي متممة هذه ك... احنا كتبناها قبل هسه بيسهل عليك تبدأ تحل نبدأ نحلها نفس هذا نقله نفرض ان حال واحد للتوضيح حدث ذهاب محمد في الرحله وحال اثنين هذا اللي كتبناه هنا ذهاب احمد في الرحله ولام اذا لام الحدث الاول ثمانية من عشره المعطى ولام الحدث الثاني خمسة من عشره ولام شرط اذا عندك الحدث الاول وعندك الحدث الثاني وعندك الشرط مو تطلع اول شيء من القانون من القانون طلع القانون هذا تقاطع نرجع للنتيجه ما دام عند الشرط وعند الحدثين نطلع التقاطع لكي اتوصل في معنى المطلوب اذا لام حاء واحد بشرط حادثين هذا القانون التقاطع على لام الحدث الثاني التقاطع الشرط موجوده تسعه من عشره راح نقله هنا وحال اثنين نعم موجوده خمسه من عشره إذا تسعة من عشرة تساوي تقاطع على خمسة من عشرة ضرب تبادلي إذا هذا طلعناه أول تقاطع طلعنا التقاطع لماذا؟ لأن سأستخدمه في المطلوب ما هو المطلوب قلنا هذا المطلوب لام حاء واحد كتبناه لام حاء واحد لام حاء متمم اثنين بشرط حاء واحد لام متممة حاء اثنين بشرط حاء واحد ح واحد هذا جاء بعد الشرط هو الذي في المقام وهنا تقاطع الحدثين متممة ح اثنين تقاطع ح واحد وهي بمعناها ان الحدث ح واحد ما عدا هذه العباره ها معناها لام ح واحد ما عدا ح اثنين اذا لامحه واحد ما عدا حا اثنين تساوي لامحه واحد ماذا تعني خلنا هذه لامحه واحد ما عدا حا اثنين استثني الحدث اثنين وهو بمعنى لامحه واحد مع التقاطعهم والحدث المقام نفسه لامحه واحد هذا معناها كتبناه هنا لكم لامحه واحد مع التقاطع وصلنا الى الى النتيجه روح اتي فقط نسخ ولصق جيب 8 من 10 لامحه واحد وجيب التقاطع اللي انت مطلعينها 45 من 100 ولامحه واحد ايضا في المقام اذا 8 من 10 ناقص 45 من 100 على 8 من 10 لما نطرح 8 من 10 ناقص خمسه واربعين من ميه خمسة وثلاثين من ميه على ثمانيه عشره بالتبسيط والاختصار سبعه على سته عشر جميل سؤال اخر في اختبار وجد ان ثلاثين في الميه مئوية من الطلاب رسبوا في الكيمياء اذا أعطي الحدث الاول رسوب الكيمياء وعشرين في الميه رسبوا في الفيزياء اذا الحدث الثاني رسوب الفيزياء رسوب و15% رسوب في الفيزياء و كلمة و أشارتها في رياضة التقاطع أو اتحاد وتقاطع إذا معطاي التقاطع معطاي الحدث الأول نسبة معطاي الحدث الثاني إذا ماذا المطلوب؟ اختير أحد الطلاب عشوائيا الآن يعني على ماذا المطلوب؟ أول شيء بعض المعطيات هذه افرض أن الحدث الأول سوي لك قبل الأزرق وهو اللي كتبته بالرصاص تطبلي يساعدك حادث رسوم في الكيمياء الحادث ثاني حادث رسوم في الفيزياء لمحة واحد معطي ثلاثين بالمئة اللي هي ثلاثة من عشرة لمحة اثنين معطي اللي هو 20% في اللي هي اثنين من عشرة والتقاطعهم هذا و بمعنى تقاطع هذه أنت جبتها من السؤال معطيات جبت من السؤال معطيات وخليتها حاضرة عندك وشو إيش المطلوب المطلوب لاتي إذا رسب الطالب في الكيمياء رسب الطالب اذا الحاء واحد فما احتمال رسوبه؟ طالب رسب اذا شرط رسب في الكيمياء ما دام رسب في الكيمياء اذا هو ياتي حدث معروف مع قد حدث معلوم وقع قبل رسب السؤال فما احتمال؟ هذا اللي يجي في الاول اما اللي عرفناه اللي واقع يجي بعد الشرط نطبق القانون تطبيق مباشر فقط ليس الا اللي هو تقاطع على احتمال التقاطع عندي ما نوقف كل مره نكتب القانون 15 من 100 والحدث الاولاني 3 من 10 هو الحدث الاول هو اللي في المقام ويساوي 5 من 10 جميل أوجد الاحتمال هنا لاحظ الصيغه الاولاني جاب لك وقوع الحدث السؤال الاول وطلب هنا جاب اول المطلوب اوجد احتمال رسوب في الكيمياء اذا المطلوب لام حاء واحد بشرط ها هو شرط العباره نجح في الفيزياء واحنا نزلنا هنا الحدث الثاني رسوب كلمه نجح بمعنى عكسه متممت لي اذا ما دام ها متممت اثنين خذ لك حائط اثنين اللي جه في اللي بعد لام حاء اثنين متممة اثنين هو اللي يجي في المقام وللتقاطع التقاطع؟ لام حاء واحد تقاطع حاء متممة حاء اثنين والآن قلنا هذا الكلام المتممة واحد ناقص الحدث لام حاء واحد ناقص الحدث وهنا لام حدث ما عدا حاء اثنين واحد ما عدا أو لام حاء واحد ما عرف تقاطعهم منطقة مشتركة وصلنا نكتب الأرقام فقط لمحة واحد مع طاي ثلاثة من عشرة ناقص تقاطع خمسة عشر من مية على ثلاثة من عشرة ويساوي خمسة عشر من مية على ثلاثة من عشرة ويساوي نص سؤال آخر أو احتمال نجاح في الفيزياء بشرط نجح ايضا في الكيمياء نجاح الفيزياء متممه الحدث الثاني بشرط قد نجح في الكيمياء متممه الحدث الاول اذا لمحه واحد ها ما واضح المتممه متممه الحدث الثاني وهي الفيزياء بشرط ان قد نجح في الكيمياء نفس العمليه لام حا واحد متممت حا واحد تقاطع متممت حا اثنين على لام ح واحد متممه وهنا قانون قلنا لما يكون تقاطع متممتين ناخذ الحدث ح واحد اتحاد حا اثنين متممه ناخذ متممه في خارج ونعكس تقاطع الاتحاد في المقام واحد ناقص لام حا واحد واحد ناقص لام إذا متممت واحد ناقص لحدث متممة الاتحاد وهو واحد ناقص الاتحاد أي متممة واحد ناقص لحدث واحد ناقص لام حا واحد اتحاد حا اثنين وهنا واحد ناقص الحدث الأولاني اللي هو ثلاثة من عشرة يساوي واحد قانون الاتحاد يا ابطال الحدث الاول زائد الحدث الثاني ناقص التقاطع هذا قانون العام في, ال في الاحتمالات اذا واحد ناقص هو قوس لازم لان الأشارة تسالب للجميع لامحة واحد زائد لامحة اثنين ناقص التقاطع هذا القانون على واحد ناقص ثلاثة من عشرة لسبعة من عشرة ويساوي 1 ناقص الحدث الأولاني 3 من 10 زائد 2 من 10 ناقص 15 من 100 على 7 من 10 ويساوي 3 زائد 2 طبعا 15 خمسة 5 خمسة ناقص 15 خمسة 35 من 100 على 7 من 10 اللي هي 5 من 10 أو نصف مواضيع بسيطة لما نعرف المطلوب سنمشي بناء على ما درسناه من أساسيات الأحداث المتباعدة والشاملة هي متباعدة من صيغة متباعدة أي بمعنى أو متنافية من أو منفصلة أي بمعنى تقاطعهم تقاطعهم يساوي فاي الاحتمالة بصفر في نفس الوقت شاملة كلمة شامل أي بمعنى تعطي الأوميجا كامل نشاط في تجربه القاء حجر النرد المنتظم مره واحده اكتب فضاء العين الاوميجا اللي هو واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته هذا فضاء واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته وضعته جنبي اعرف العناصر المطلوب اذا كان الحدث الاولاني واحد وخمسه والحدث الثاني اثنين وثلاثه واربعه والحدث الثالث سته احداث منه من هذا جزء من هذا من 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 فضاء الامكانيات او فضاء العيني قدر حا واحد تقاطع حا اثنين وهل الحدثين متباعدين؟ تعال شوف حا واحد تقاطع حا اثنين حا واحد بتكون من واحد وخمسه والحدث الثالث اثنين وثلاثه واربعه مو تقاطعهم تقاطعهم مجموعه خاليه هذا رمز او فاي هل متباعدين؟ نعم متباعدين لان حدث صوب ومتنافقين. او متنافين اوجد حا, حا واحد تقاطع حا ثلاثه حا ثلاثه سته وحا واحد واحد وخمسه تقاطعهم مجموعه خاليه هل متباعدين؟ نعم متباعدين كذلك الحا اثنين وثلاثه متباعدين نعم لان لماذا؟ لان حا اثنين متكون من عناصر اثنين وثلاثه واربعه وحا ثلاثه متكون من سته لا يوجد بينهما تقاطع تقاطعهم مجموعة خالية إذا متباعدين إذا كل الثلاث أحداث هذه الواحد والثاني والثالث أحداث متباعدة إذا تعال نشوف هنا هذه الأحداث هل هنا شاملة أي بمعنى لو اتحدا مع بعض هل يعطيني المجموعة أو الفضاء العيني هل يعطيني أوميجا الحادث الأول واحد وخمسة والثاني اثنين وثلاثة وأربعة والحرف الثالث ستة هي العناصر بكائية كاملة هي الأوميجا إذا هنا أحداث شاملة هي في نفس الوقت متباعدة وشاملة إذا كانت الأحداث جميعها متقاطعة تقاطعهم يعطيني مجموعة خالية والتحارم يعطيني المجموعة الأم أو المجموعة الأساسية الأوميجا فنسميها أحداث متباعدة وشاملة ونفسرها طبعا بالعملية الكتابة للحس... بال للتحر والتقاطع، إذا كانت حا واحد وحا عدد من المجموعة من الأحداث في الفضاء العيني ميجي بحيث أن تقاطع أي حدث منهم أي شيء ما يوجد حرك كذا وحرك كذا لازم جميعا مجموعة خالية أي بمعنى أن حا راء تقاطع حا ميم أي بمعنى حا واحد تقاطع حا اثنين وحا اثنين تقاطع وهكذا مجموعة خالية هذا ال... هذه الكلمه انتبهوا مع لكل هذا الرمز معناه لكل لكل ما يجيني طالب صف في داعش لما يطلع على صف داعش كل اول مره اشوف هذا الرمز هذا اكتبه هنا بصوبه لالف بالانجليزي مقلوبه لكل لكل راء لا تساوي ميم يعني المختلفات وحا واحد اتحاد حاثر اتحاد حاثر ثلاثة اتحاد لين اتحاد حانون اعطيني فضاء الامكانيات او فضاء العيني اللي فإن الأحداث هذه تسمى أحداث متباعدة وشاملة. تعال الآن سؤال هل حا واحد وحا اثنين وحا ثلاثة أحداث متباعدة وشاملة؟ أريدكم تلخص نظرة وحل سريع. حا واحد واحد وخمسة وحا اثنين اثنين وثلاثة إذا موجود عنصر على طول أظن طلابنا كلهم أبناء الطلاب والطالبات ما شاء الله عليهم فاتحين العينين شافوا أن الخمسة عنصر مشترك بين المجموعة الأولى والمجموعة الثانية إذن ليست أحداث متباعدة والشام لماذا؟ لأن لا لأن حا واحد تقاطع حا اثنين يساوي خمسة عنصر موجود ما أكمل لا أبحث مع البقية لا يقول أستاذ الحا واحد وحا ثلاثة مجموعة خالية وحا اثنين وحا, وحا ثلاثة مجموعة خالية فلا هنا نقف خلاص وجدنا شرط لم يتحقق نقف سؤال اخر كانشطه ادى على ما تم اذا كان حا واحد وحا اثنين حدثين في هذا من الاسئله الاختبارات النهائيه حاولنا في الاخر نعطي لكم اياها لتجربه عشوائيه بحيث لام واحد أربعة من عشرة لام حا اثنين خمسة من عشرة ولام حا واحد متممة اتحاد متممة حا اثنين تساوي على طول هذه تستنتج منها ان لام حا واحد تقاطع حا اثنين متممة الكل هي نفس معناها بقانون خذيناه سابقا لما ناخذ متممة الكل نغير الاتحاد للتقاطع او للتقاطع ومع فما قيمه حا واحد بشرط حا اثنين ما وحنا قلنا القانون لام حا واحد بشرط حاء اثنين يساوي لام التقاطع على هذا اللي قفل في بعد الشرط على اللام اثنين لام التقاطع ما عندنا لكن عندنا اللام المتممة ماله اللي هو إذا اللامحة واحد متممة حا واحد تقاطع حا اثنين ثمانية عشر إذا الحدث يساوي واحد ناقص ثمانية من عشرة ناقص المتممة ولام حاء اثنين معطاه إياها خمسة من عشرة ويساوي اثنين من عشرة على خمسة من عشرة وهو اثنين على خمسة أي بمعنى كعدد عشرة حتى البقال حاسب يعطيك أربعة من عشرة هو الناتج جيم سؤال آخر بنفس الفكرة إذا كان حا واحد وحاث حدثين في فضاء الإمكانيات ولام حا واحد يساوي خمسة من عشرة ولام التقاطع اثنين عشرة هذا مباشر قال لك أوجد لام حا واحد لام حا اثنين بشرط حا واحد مباشر معطى تلقائي على طول تقول لام حا اثنين بشرط حا واحد التقاطع على احتمال الحدث الاول ومعطيه خمسه من عشره ويساوي اربعه من عشره احيانا اسئله تجيك في الاختبارات مباشره واحيانا فيها فقط كده لفه بسيطه إذا كان ح واحد وحا حدثين في الفضاء الإمكانية وكان لم حا واحد أربعة من عشرة ولام التقاطع كذلك نفس السؤال 12% فأوجد لام حا واحد بشرط حا نفسه بالتمام والكمال المطلوب مباشرة ما لا لام حا اثنين مع طيب 12 و4 من عشرة وبالآلة الحاسبة توجده 4 على 12 ويساوي بالقسمة على أربعة يساوي طبعا واحد على ثلاثة أجمع ثلاثة من عشرة تقريبا أثبت أن هنا اثبات أثبت أن حا واحد وحا حدثين في مجال قال فإن لام حا متممة حا اثنين بشرط حا واحد يساوي واحد ناقص لام حا اثنين بشرط حا واحد تعال ناخذ المطلوب هذا لمحة لا لمحة لا متمة اثنين بشرط حا واحد مو يساوي يساوي حسب القانون لمحة واحد في المقام والتقاطع منها. لا لمحة اثنين متممة تقاطع حا واحد وإحنا قلنا هنا في اللي في البسط عباره عن حدث لام حاء واحد ناقص تقاطعهم على لام حاء واحد لما نوزع المقام مقام واحد هذا المقام اسمه مقام واحد على الحد الاول والحد الثاني اذا لام حاء واحد على لام حاء واحد ناقص لام ح واحد تقاطع ح اثنين على لمحه واحد لمحه واحد على لمحه بكم بواحد ناقص هذا هو الشرط هذا لام الشرط اللي بعد الشرط يحاء واحد نعم اذا نحا اثنين وهو المطلوب وهو المطلوب اتمنى ان تكون وضحت المفهوم سواء في المتنافية أو الشرطي أو آه المس... آه الم... الشرطي أو أن المتباعدة والشاملة في مجملها تسمى أحداث مركبة تتجزي إلى 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 عدة دروس بسيطة واضحة وسهلة ولكن في الاختبارات في إنها كثير ما يأتى وخاصة الحادثة الشرطي أتمنى لكم التوفيق وإن شاء الله نلتقي في حصه قادمه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته